وصلنا معكم الآن للحديث عن موضوع حلقتنا لليوم، اللي هو الحديث عن إصلاح ذات البين. حقيقة لا يوجد مجتمع يعني أو حارة أو خلينا نقول جماعة ما تصير بيناتهم خصومات أو خلافات، وهنا يأتي دور الناس الطيبين صالح اللي إلهم خلينا نقول ذو الشأن والإصلاح الاجتماعي. صح. وهذا نحن ما نسميه إصلاح ذات البين، يعني بين أبناء المجتمع. حقيقة موضوع مهم ويطول الحديث عنه، ولذلك آثرنا أن يكون لدينا اليوم الشيخ عبد العزيز الأسعد باتصال إن شاء الله، يعني ثواني يكون معنا. في ظل الوئام شيخ عبد العزيز، السلام عليكم. حياك الله أستاذنا الكريم بداية، وأحيي المتابعين الكرام، وأسأل الله أن يسعد صباحكم بكل خير. صباحكم إن شاء الله. إصلاح ذات البين موضوع هام، ومعناه هو الإصلاح بين المتخاصمين وإصلاح العلاقات التي ساءت بينهما، وإعادة المياه إلى مجاريها، وإرجاع ما فسد بين أفراد المجتمع الإسلامي إلى سيرته الأولى. هذا معنى بين اختصارا. نعم، بارك الله بكم أستاذ أو شيخ عبد العزيز. الآن البعض قد يسأل أنه مثلا كأمثلة أو وجوه أو أبواب إصلاح ذات البين، كيف أعلم أنه الأمر الآن الذي أنا أقوم به هو يندرج ضمن موضوع إصلاح ذات البين؟ نعم، صراحة اعتنى الشرع بهذا المجال كثيرا، فجعل هناك أبواب كثيرة لإصلاح ذات البين. فبداية يكون إصلاح ذات البين بين الأفراد في المجتمع، وكذلك الأمر بين الجماعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه خبر أن أهل قباء عندهم خصومة، فقالوا تعالوا نذهب إلى أهل قباء نصلح بينهم. وكذلك يتم بين الأزواج، وهو أهم نوع صراحة بين الإصلاح في إصلاح ذات البين، لأن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع الإسلامي، فينبغي أن ينبري هناك أهل خير وإصلاح للإصلاح بين الأزواج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصلح بين ابنتي فاطمة وصهر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. كذلك الأمر من وجوه الإصلاح ذات البين الإصلاح بين المتداينين الذين يقترضون من بعضهم أموالا، ربما يحدث خلاف فينبغي أيضا أن نصلح. وكذلك الإصلاح بين الأقارب والأرحام، وبين العشائر والقبائل والطوائف، والإصلاح في الأموال، والإصلاح في الدماء، النزاعات والخصومات بكافة أنواعها وكافة أشكالها، هذا الجميع يندرج تحت إصلاح ذات البين. وهذا المصلح ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة. نعم نعم، يعني حقيقة وجوه كثيرة لهذا الموضوع. أختم معك شيخنا الفاضل بالحديث عن ثمرات هذا الموضوع. لا شك أنه عندما تكون خصومات وتزال هذه الخصومات من بين الأفراد وبين الأزواج وبين الجماعات، لا شك أن هناك ثمرات لهذا الموضوع. نعم، الحقيقة من ثمرات إصلاح ذات البين وهي كثيرة على مستوى المجتمع الإسلامي. أولا، أن إصلاح ذات البين هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أمرنا بالإصلاح. قال الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، في صدر سورة الأنفال. وكذلك مدح المصلحين فقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. ونعت الصلح فقال الله عز وجل: والصلح خير. فإذا أول ثمرة أن الإصلاح هو طاعة لله عز وجل. ثانيا، عندما نصلح بين أفراد المجتمع يصبح هذا المجتمع وحدة متماسكة، يبتعد عنه الضعف ويندر فيه الخلل، ويقوى الرباط الاجتماعي والصلات الاجتماعية،
وكذلك الأمر تتآلف القلوب وتجتمع الكلمة وينبذ الخلاف وتزرع المحبة والمودة بين أفراد المجتمع. فعندما نصلح على سبيل المثال بين الأزواج نقضي على الفساد، لأن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، فبصلاحها يصلح المجتمع. وكذلك بين الأفراد وبين الجماعات عندما نصلح نقوي أواصر المحبة والمودة في هذا المجتمع. كذلك الأمر لا يخفى عليك أستاذنا الكريم أن الفرقة شر وأنها تهدم أواصر المحبة والمودة في المجتمع الإسلامي، فيأتي هنا إصلاح ذات البين ليرمم هذه العلاقات بل وليبنيها أيضا، وأيضا تبتني الأواصر المحبة المتبادلة بين أفراد المجتمع الإسلامي. كذلك بالإصلاح يقوى هذا المجتمع ويصبح متماسكا قويا في وجه أعدائه. نعم، هذه أبرز ثمرات إصلاح ذات البين في المجتمع. بارك الله بكم شيخ عبد العزيز الأسعد، ونتمنى دائما يعني بحضرتكم وجهودكم وجهود الطيبين إن شاء الله إصلاح ذات البين بين الجميع إن شاء الله، وتنعدم الخلافات بإذن الله. الشيخ عبد العزيز الأسعد مسؤول المعاهد في جمعية الهدى وإمام مسجد التوحيد في مدينة إدلب وخطيب مسجد الصديق، بارك الله بكم وحياكم الله. وبكم بارك الله، جزاكم الله خيرا على الطيبة، وأسأل الله أن ينفع بكم. اللهم آمين، جزاكم الله.